بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تتضمن الأبر لم بروستيتكس Prescription Writing and Rehab Program، ونقصد بها أنه الأطراف العلوية الصناعية زائدا كتابة الوصفة لصناعة الأطراف وبرنامج إعادة التأهيل. فراح هذه المحاور نغطيها في هذه المحاضرة. نبدأ الآن بPrescription Writing. قبل لا نبدأ بصناعة الطرف الصناعي لازم نبدأ بخطوات كتابة الوصفة لمريض أو صاحب الإعاقة بالأطراف العلوية اللي هي تسموه Prescription Writing. Issues to consider، الأشياء أو القضايا المهمة لازم أنه إحنا نهتم بها قبل كتابة أي وصفة خاصة بطرف صناعي علوي لمريض، سواء كان طرفين مقطوعات أو أحد الأطراف العلوية. فيتضمن عندنا نقطتين مهمات اللي هي vocational activities. وش نقصد بها vocational activities؟ اللي هي manual labor or office work، طبيعة عمل المصاب. هل هو عمله يكون ليبة عامل، يعني صناعة في معمل في ورشة، أو أوفيس وورك كأن يكون يعمل على مكتب مجرد يوقع أو حاسبة أو هذه الإجراءات الروتينية الإدارية. فهنا تعتمد، لأن هذا راح يحدد لنا التيرمينال ديفايس وأيضا بريسكريبشن رايتنج إيشيوز أو كونسيدريشن. أيضا هنا هل هو عمله indoor or outdoors، يعني هل راح يكون عمله داخل مكان مغلق أو خارجي، مثلا يشتغل في موقع عمل مثل عمال البناء هذا يسميه outdoors، أو مثلا داخل مكان عمل مغلق. اختيار moistures electric and impact exposure، هنا شنو تأثيرات مثلا، سواء كان انه احنا نستخدم الكهربائية وطرق التهوية زائدا الاثر الجوي او الخارجي على هذا الطرف. avocational activities ونقصد بها عكس الاولى، وهي انه الأعمال الأشياء اللي نأديها خارج العمل مثل الهوم ميكر، تشيلدرن كير أو تشايلد كير، يعني هل مثلا هذه المرأة مرات تكون المصابة امرأة بالأطراف العلوية لكن لديها طفل، يعني لازم تهتني بالطفل، فهل لديها أطفال، أعمار الأطفال، شنو الأعمال اللي أديها، مثلا الأمرأة داخل البيت تأدى أعمال مرات تختلف عن الأعمال اللي أديها الرجل، مثلا ديش ووشر وغيرها and كلوث ووشر. طبعا هنا عندنا أيضا indoor hobbies crafts، يعني مثلا الهوايات اللي هي اندور داخل البيت، انت قد تهدي هوايات ايضا، هذا الشخص يؤدي هوايات داخل البيت مثل الرسم، يعني هو يعمل مثلا يعمل عامل بناء لكن بنفس الوقت هو يجوز يرسم داخل البيت. outdoor activities ايضا outdoor activities، مثلا يحب يلعب طوبة، صيد الاسماك، غولف. مثلا تشوف الجولف تعتمد على الايدين، فالابر ليم تتاثر باللعبه هذه، تتاثر بالابر ليم امبيتيشن، بينما اذا عدى اللور ليم امبيتيشن الجولف تكون من اعد ما تاثر عليه ذاك التاثير القوي. سبورت اند فيتنس ايضا اذا كان يؤدي رياضات وتمارين رياضيه لاغراض التنحيف او الصحه. أمثلة على الترمينال ديفايس اللي تتناسب مع الفاكشنال أند أفاكشنال أكتيفيتيز، يعني سواء كانت للعمل أو الممارسات داخل البيت، مثل ما تلاحظون عندنا مطرقة، سكينة، مثلا سكينة إذا يريد يستخدم مثلا للطعام،
للأكل أيضا عندنا شوكة، لكن بنفس الوقت عندنا تولز أخرى للعمل زائد مثل فرشة الأسنان، فيقدر يغير التيرمينال اعتمادا على سواء كانت vocational or unvocational activities اعتمادا على نوع الأكتيفيتي. قبل لا نبدأ بكتابة البريسكريبشن رايتنج، يعني فرضا لو كان عندنا مريض الآن توجه إلى مركز الأطراف. قبل لا نبدي طبعا هنا تختلف مراكز الأطراف، أكو مراكز متطورة وأكو مراكز تكون بدائية. المراكز المتطورة راح نبدي كأنما احنا عندنا مثال على ذلك، مثلا مركز وارث الأنبياء اللي موجود في كربلاء اللي هو مركز متطور في صناعة الأطراف المتقدمة. فقبل لا يخصصون للمريض هذا الطرف يتأكدون، خاصة مثلا ساعدنا المصابين في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع. وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تعطي insurance coverage، يعني شنو اكو ضمان صحي. فهنا أنا لازم يتأكد انه insurance coverage and limitations ايش قد محدداتها، لان اكو اطراف توصل اسعارها الى $20,000 واكو اطراف توصل الى مئات الدولارات. فهنا أنا لازم نعرف الكفرج وهل هذا الشخص يقدر يغطى هذه المصاريف او شركة الضمان للضمان انت تقدر تغطي، واذا ما تغطي فهنا نلجأ الى personal resources، هل هو عدة فلوس اضافية. فهسه نشوف خطوة خطوة. pre-approval process اول مرة نتأكد انه الكفرج والانشورنس كفرج. annual limitation نشوف ايش قد الحدود السنوية لتغطية هذا الديفايس. preferred providers من هو البروفايدرز اللي يفضلهم، يعني مثلا اذا عندنا شركات المانية وشركات يابانية لصناعة الاطراف وتمتلك نفس الاسعار، المريض شي يفضل الماني او تركي او ياباني. ايضا هنا لازم نسأل انه على البيرسونال ريسورسز، اذا كان مثلا هو الانشورنس ما يغطي او يغطي نصف النفقات، فهنا نلجأ الى البيرسونال ريسورسز، قد يكون المريض يقدر يغطي من أمواله الشخصية اللي هي personal savings, fundraising وlegal settlement سواء كان تقسيط. نقدر مثلا نحول المبلغ المتبقى عليه إلى تقسيط. هذا الجزء خاصة لأنه أغلب الأطراف الصناعية هي ما تجهز مجانا وإنما تجهز مقابل أموال اللي هي تكون أطراف صناعية تمتاز بإمكانياتها العالية. أما الأطراف الصناعية العادية الكوسماتيكس فها يمكن تجهيزها من وزارة الصحة مجانا. البريسكريبشن رايتنج إيشوز تو كونسيدر أيضا ليبريليتد. هنا أنا مثل ما أخذنا باللور لمب، هنا أنا بالأبر لمب أيضا بعض الأمور. أول حالة إنه ليفل أوف أمبيتيشن، نعرف نحدد مستوى البتر، هل هو above elbow below elbow above wrist below wrist وهكذا نحدد مستوى البتر. اثنين associated injury، هل اكو اصابة اخرى غير البتر، قد تكون عدة مثلا عدة اصابة بالطرف العلوي وايضا عدة اصابة وين مثلا عرج او بتر بالطرف السفلي، فهذه لازم تأثر على حركة المريض. proximal muscle strength قوة العضلة، لأنه الطرف الصناعي مثلا إذا أردت تشد له مايو إلكتريك اللي هي تستخدم إلكترودات وراح نجيها بالتفصيل، تعتمد على قوة المسلس وحركة الإشارة العصبية داخل هذه المسلس وتحويلها إلى إشارة كهربائية و من خلال الموتور يمكن حركة الطرف الصناعي. فهنا حركة أو قوة العضلة أيضا مهمة. سلامة الطرف بصورة عامة intact، بحيث يقدر أنه done do on و do off، يعني يقدر يلبسه، هل من الإمكان سهولة أنه يلبسه وينزع بسهولة. بين or tenderness، هنا هل يوجد ألم
او احساس بالالم داخل الريزيدوال لمب، بقايا الطرف الطبيعي بعد البتر، لان هذا راح ياثر على لبسه للطرف. سكن ريليتد لازم هنا نشيك ايضا السكن، مثل ما اخذنا باللور لمب ايضا هنا بالابر لمب نشوف ادكويت سوفت تيشو كفرج، يعني هل تمت عمليه البتر بصوره صحيحه وهنالك جلد كافي مغطي بدون ما يسبب لنا اي الام او جروح. سكن جرافت او سكارينج ايضا الندوب العمليه او الخياطه، والشيب، الشيب لازم تكون مثل ما قلنا انه اسطوانيه بحيث اكو سوفت تيشو كافي للارتكاز او تركيب السوكت عليها. هذا مثال ابر لم بروستيتكس بريسكريبشن تعطى للشخص المختص لكتابة نوع الطرف اللي يحتاجه، وهنا نشوفون موضحة أنواع وطريقة واعتمادا على نوع نختار السوكت والهانجينج والكاف والالبيونت. فإذا كان مثلا يحتاج إلى البيونت أو جوينت فنكتبها بالريسكريبشن. هنا عندنا هسه الان جنرال كونسيدريشن، شنو الاشياء العامه لازم نحدد فانكشنال اور كوزماتيك بروستيسز. اذا اول ما يجي المريض هل هو يريد طرف صناعي تجميلي ام يريد صنف طرف صناعي لغرض العمل، فانكشنال يعني يؤدي مهام معينه. طبعا الخيارات المتاحه اكو كيبل باورد عن طريق الكيبل يمكن يحركه أو مايو إلكتريك أو بالطريقة الكهربائية اللي هو المايو إلكتريك. الكيبل راح يستخدم طريقة تحويل القوة، والمايو إلكتريك راح يستخدم الإشارة الكهربائية الموجودة بالمسلس وتحويلها إلى إشارة كهربائية. الهايبريد ديزاين، مرات هايبريد يعني دمج بين الكيبل باور والمايو إلكتريك. وعندنا سوكت ديزاين اند انترفيس ماتيريال، طريقة اختيار السوكت، والاندو اور اكسو سكلتال ديزاين الشكل الخارجي لتصميم الطرف، شولدر البو ريست جوينت. هنا اذا كان ابوف جوينت معين فلازم يكون هذا الجوينت من ضمن الطرف الصناعي، فاذا كان shoulder or elbow or wrist joint نحدد شنو اللي نحتاجه بالطرف. هنا terminal device ايضا عندنا terminal device انواع، منها الهوك اللي هو مثل عبارة عن هوك لمسك الاشياء، او hand شكل يد، او specialty مثل ما شفناه قبل شوية على شكل مثل فرشات او سكين او غيرها من terminal device. بروتكتيف كفر سكن، مرات انه بعد ما نسوي الطرف لازم يكون عليه غطاء، هذا الغطاء يا اما يكون كوزماتكس على شكل سكن مطابق الى السكن للمريض. هذه امثله على الاطراف، بعضها تكون مغطاه بسكن ملائم لبشره المريض وبعضها تكون without skin. وهذا الهوك مثل ما تشوفون هنا عندنا هذا الجزء هو الهوك، وهذا الالكتريك مايو وكل هذه، وهذا الجوينت هنا وهذا الريست جوينت ايضا بهاي الصورة. نجي نقارن عند اختيار الطرف، يجي المريض امامه اربع خيارات، يا اما يروح باتجاه المايو الكتريك كنترول او البادي باورد كنترول اللي هو هذه، وايضا عندنا الهاند والهوك. تلاحظون المايو إلكتريك كنترول تكون اكثر كومفورت وكوزماسيس واكثر شكلها مناسب،
لكن الهوك راح يكون اقل كومفورت لكن اكثر قوه ريلابيليتي واقل سعر، بينما المايا الكتريك كنترول راح تكون شنو تكاليفها تكون عاليه هاي كوست. فهذه مقارنه بين الانواع الهوك اور هانت، يعني الطرف التيرمينال ديفايس راح يكون مخير امام الديسيبل بيرسون انه يختار يا اما هوك يا اما هانت. ميزة الهوك is more durable، يعني اكثر متانة وقوة وتفيد ذول العمال في تحميل الاشياء، and more functional lighter cheaper but cosmetics is less desirable. هنا هاي المشكلة انه شكلها الخارجي غير مناسب cosmetically less desirable. الهاند is more life like، الهاند راح تكون مناسبة. طبعا انت تقدر التيرمينال ديفايس تغيرها مرة اذا كنت رايح للعمل تربط هوك، واذا رحت الى مناسبة معينة كأن تكون بارتي او غيرها راح تقدر تلبس الهان. especially terminal device may be very useful for the special task. اذا هنا ايضا اكو تيرمينال يكون متخصص حسب الحاجة، فتقدر تكون عندك عدة أجزاء طرفية متغيرة تقدر تستخدمها اعتمادا على التاسك. الكنترول اوبشن، هنا الكنترول اوبشن يعني طريقة السيطرة او حركة الطرف. يتم cosmetic prosthesis has only positive position. ايش نقصد بيها؟ الكوسماتيك راح تكون فقط باسيف، يعني ما بيها اي حركة، وانما فقط تركيب وشكل ثابت، وانت تقدر تحركها من خلال ايدك الثانية اذا كنت مثلا تحتاج الى تحريكها. اما الكيبل باورد بروسيسز يوز ابروكسيمال بودي، تستخدم عضلات الكتف لتحريك الموفمنت، تحريك الاطراف او الالبو، اند اوبن هوك، تفتح الهوك او الهاند. المايو الكتريك الحالة الثالثة بروستيسز يوز سيرفيس الكترودز، هنا أنا اكو سيرفيس الكترود تنوضع على الجلد بالعضلات القريبة لليد، ديتكت فولونتري ماسلز اكتيفيتي ان ريزيجوال لم، تتحفز من خلال العضلة اللي موجودة بالريزيجوال لم، اند اكتيفيت ذا البو تي دي اللي هو تيرمينال ديفايس. التيرمينال ديفايس راح يجي انبوت على شكل اشاره كهربائيه مستخلصه من العضله القريبه للريزيجوال لم. وايضا عندنا سويتش كنترول كان اولسو بي يوزد اف ذا ماسل ار نوت اف نو ماسلز ار افايلبل، اذا كانت الماسلز بيها مشكله وغير متوفره، اذا كان مثلا من الشولدر، فنقدر هنا نلجأ الى سويتش كنترول. ايش نقصد سويتش كنترول؟ انه جهاز مبرمج على الحركات مسبقا، مبرمج على الحركات مسبقا، ويمكن انه يسيطر على حركة الجوينت. فنجي واحد واحد نشرحها. المايو الكتريك كنترول سيستمز، مايو الكتريك كنترول ادفانتج، نو هارنس ريكوايرد، ما يحتاج شد من عضلي، بيتر كوسماتس، وهنا كوسماتس يكون افضل، لس ماسل سترينج نيديد، قليل من قوة العضلات يحتاج، ديس ادفانتج هنا مور اكسبنسيف، هي هاي النقطة الاساسية بي انه هو مور اكسبنسيف، اذا راح يعتمد على البادجت مات المريض كاختيار، وهافيا يعني ثقيل، ومور مينتيننس نيدد، ويحتاج الى صيانه دوريه كثيره. الكيبل باور كنترول سيستم النوع الثاني اللي هو يعتبر ميكانيكي، هنا الكيبل باور ادفانتج لايت ويت، اقل وزن، ليس اكسبنسيف، اقل سعر، مور درابل، اكثر تحمل، وبتر فيدباك،
disadvantage انه harnessing required و less cosmetic، يحتاج الى شد عضلي زائدا less cosmetic، يعني شكل الخارجي غير مناسب بالصورة العامة. هذا مثال على السنجل، يقسم طبعا هنا الى سنجل كنترول كيبل وجول كنترول كيبل. السنجل يعني راح يحتوي على مثل ما تلاحظون هذا الكيبل هنا، نقصد به هذا السنجل. من خلال عضلة هذه، حركة هاي عضلة الكتف، من تفتح الالبو راح يصير شد ويصير مسك وين بالهوك. من يصير استرخاء راح ينفتح الهوك وهكذا. اذا شايفين المقود مال البايسيكل، هذا الكيبل اللي يتحكم بالبريك بالبايسيكل، من تضغط عليه راح يسوي شد ويقفل على التاير، اما من تفتحه راح يفتح التاير ويبدي يتحرك. نفس الحالة هنا الحركة، وهذا نفس الكيبل يستخدم في التحكم بالهوك. هنا راح نعتمد مثل ما قلنا على حركة جسم الإنسان في التحكم بالكيبل. عندنا النوع الثاني اللي هو جول أور دول كنترول كيبل، راح يكون عندنا مثل ما تلاحظون كيبل يتحكم بالهوك مثل ما تلاحظون هنا، وكيبل آخر يتحكم بحركة الجوينت، فيصير عندنا تو كيبل. هذا مثال، الصورة توضح. تشوفون هنا على اليمين وعلى اليسار راح يكون عندنا تو كيبلز لهذا الطرف. كنترول فيتشر ات البو اور ابوف تو كيبل، طبعا هنا تو كنترول كيبل نيدد، فيرست كنترول كيبل فلاكس البو يتحكم بفتح واقفال الجوينت للالبو، والسكند كنترول كيبل لوكس ذا البو ويقفل. فيرست كنترول كان ناو كان اوبن تيرمينال ديفايس. البو لوكينج بادي موفمنت اللي هي يصير عندنا الشولدر ديبريشن والشولدر اكستنشن والشولدر ابدكشن، هاي الحركات اللي هي داون باك اند اوت، حركات يتعلمها المريض خلال لبسه للطرف شلون يتحكم من خلال حركته للشولدر. التيرمينال ديفايس، هسه نجي الى شرح التيرمينال ديفايس. التيرمينال ديفايس ونقصد بها هي الهاند، انها الجزء الطرفي للبروستاتيك. عدة انواع، من ضمنها اللي هي الهوك الهوكس، وهذه موديلات مختلفة لاشكال، من ضمنها تكون مغلفة ببلاستيك او من متل مقاوم للصدى. هذه انواع ايضا worker hooks خاصة بالعمل، وهذه ايضا small adult and child size للاطفال والمراهقين. هذه waterproof electric hook، مثلا ذول الاشخاص اللي يتعاملون مثلا بالمحلات الاسماك اللي تكون اغلبها يعمل او يتعامل مع الماء، فهنا لازم يكون ووتر بروف مقاوم للماء، فهذا مثال على ووتر بروف الكتريك هوك كهربائي. ايضا هذا ميكانيكال هاند، هذا يكون اقرب شيء كوسماتيك، لكن هو ميكانيكي من الناحية الداخلية، لكن مغطى بغطاء كوسماتيكس سكين مطابق الى بشرة الانسان، ويكون اكثر مقبولية. هذا ايضا مال الاطفال او رضع، خاص بالاطفال. هذا individual finger control، هذا باصابع
لغرض مسك الأشياء. وهذا أيضا إغراف إغرافر تيرمينال ديفايس، هذا نوع أيضا. وهذه أنواع متعددة للأطراف. هنا سبيشالايزد فانكشنال تيرمينال ديفايس، اكو بعض الاطراف او التيرمينال ديفايس تكون مخصصه اعتمادا على العمل، سواء كانت مثلا نايف مثل ما تلاحظون هنا عندنا بهذا السلايد، ان انا راح يحتاج مثلا انه يركب طرف سكين اذا كان يحتاج انه يستخدم السكين، كان يكون في المطبخ او قصاب فيحتاج الى انه تكون هاي تولز ضمن التيرمينال ديفايس، او ميكانيكال ديفايس مثل هذه المفاتيح البراغي اللي يحتاجها مثلا عامل صيانة السيارات. REST Distribution Options Control System، هنا اذا كان هسه نجي لانواع Levels of Imitation، فاذا كان البتر من REST Joint فش راح نحتاج؟ راح نحتاج control system cable or myo electric و socket و suspension جزء تعليق thin rest unit terminal device، هنا نحدد terminal device ما راح نحتاج الا اي joint معينة بس ما عدا thin rest unit. هنا هذا مثال REST Destruction Option، راح مثل ما تشوفون بالمثال أو بالفيجر هنا Terminal Device ونحتاج إلى Socket و Interface، نقصد به Socket اللي راح يغلف Residual Limb. أما إذا كان Trans Radial Options، هنا راح يكون عندنا أكثر مثل ما تلاحظون هنا، إذا كان Above REST يعني البتر اعلى من الريست، above rest below elbow، هنا راح يكون نحتاج ايضا نفس الشيء control system cable or myo socket design suction suspension وايضا harness suspension flexible elbow hang to triceps cuff و rest unit، نحتاج الى rest unit اللي هي fraction quick disconnect او flexion. هذا يوضح لنا الحالة الثانية اللي هي trans radial. الحالة الثالثة اللي هي elbow distraculation option، اذا كان عندنا فصل او البتر من مفصل الالبو، فهنا راح نحتاج control system socket design suction suspension نفس الحالات السابقة و harness suspension و external elbow joint. لاحظوا هنا بما انه فقدنا ال elbow joint اذا لازم نحتاج external elbow joint و forearm shell و rest unit ايضا و terminal device. اذا نضيف للحالة السابقة هنا نضاف لنا ال external elbow joint. كل ما يصعد عملية او ال level ما البتر يصعد كل ما نحتاج اكثر جوينت. اذا رحنا للحالة اللي وراها اللي هي تران شير ميريال اوبشن، فراح يكون اكثر تعقيد، معناها above elbow يعني فوق انه مفصل الساعد، اللي هي control system myo cable و socket design و suction وهارنس ميكانيكال البو جوينت، هنا راح نحتاج ميكانيكال البو جوينت ايضا والكتريكال البو جوينت، نختار واحدة من هذه الشركات المصنعة مثل اوتو باك اور اتا، نوع من انواع البو جوينت وريست يونت ان تيرمينال ديفايس. هنا أنا shoulder distraculation option اللي هو أعلى شيء إنه يتم فصل كامل اليد من مفصل الكتف، فهنا أنا راح يصير أكثر تعقيد، راح نحتاج wrist joint elbow joint shoulder joint، ثلاث مفاصل لازم يكون عندنا، ثلاث مفاصل إضافة إلى المتطلبات الأخرى اللي هي socket design و
التيرمينال ديفايس وغيرها من المتطلبات. هذا هو مثال على الشولدر ديستراكوليشن اوبشن. تلاحظون تيرمينال ديفايس، سوكت، انترفيس وسسبنشن كلهن راح نحتاجن، زائدا البو جوينت و ريست يونت. ابر لم امبوتيشن ريهاب بروجرام، هنا أنا خلصنا وتم صناعة الطرف اعتمادا على مستوى واكتيفيتيز اللي يحتاجها المريض. نجي الآن إلى امبوتيشن ريهاب بروجرام، إعادة التأهيل، لأن المريض مباشرة مثل ما شرحنا ونأكد عليها أنه لا يستطيع أنه مباشرة يلبس الطرف بدون تدريب، فيحتاج إلى مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بري بروستيتيك، اللي هي مرحلة لم شيبينج، انه الشكل الطرف الريزيجوال لم يبدي يتشكل ويصير اكثر قوي ويتحرك حركات ملائمة، فهنا نحتاج الى لم شيبينج سترينث اند روم اللي هو اكثر حركات اندبندنت، و دي سنسيتينج وسكار بيرينج وغيرها من البين كنترول، يسيطر على الالم بدون الم. وراها ننتقل الى المرحلة الاخرى اللي هي بروستيتيك تريننج، اللي هي تتضمن دو اون دو اوف ديفايس، يقدر المريض ينزع الطرف ويلبسه، وبيسك سكيل ادفانس سكيل يبدي ينزع الطرف ويلبسه اندبندنت بدون مساعدة احد ويحرك حركات بسيطة. المرحلة اللي وراها فسايكولوجيكال اسسمنت لمب لوز اند ريتيرن تو كوميونيتي اكتيفيتي، انه هنا لازم اكو طبيب نفساني يعالج حالته الصحية بحيث انه يقدر يروح ويندمج بالمجتمع بدون اي مشاكل او حرج من استخدام الطرف الصناعي. بري بروستيتيك بروجرام ايش راح يتضمن هذا البروجرام؟ لمب شيبينج من خلال لفة بانديجز، ويند كير الاعتناء طبعا الاهتمام بالجرح الى ان يبدي هيلينج، وتقوية الريزيجوال لم سترينث ريزيجوال لم ماسلز، بروكسيمال ماسل ات البو تقوية الالبو جوينت شولدر كنترول، وتحريك الحركات الملائمة وكافة الحركات لجميع الاتجاهات. البري بروستاتيك بروجرام الثاني اللي هو يتضمن اندبندنت تويلتينج، شلون المريض يقدر يروح او المصاب اللي عنده ابر لم بروستيسز انه يقدر يستخدم التويلت، يلبس، يسبح، فيدينج وذ ادابتيف ديفايس ويجهز. ايضا هنا ريزيجوال لم with tapping, grab, compressing، يعتني بالresidual limb، يلفها بباندج، يعالج scar management، يعالج الجرح ويسوي لها مساج كل خلال هذه الفترة. أيضا عندنا re assurance that the phantom sensation is normal، لازم يتأكد انه الشعور داخل الطرف ملائم بدون اي الم. education ويدخل برنامج education regarding the prosthetic fitting and training، ويدخل برنامج تدريب على استخدام الطرف. when do we make the prosthesis؟ cast the first prosthesis when the wound healing in nearly complete residual limb shape is cylindrical، من يكون شكلها cylindrical من 2 الى 4 اسابيع ideally. expect to replace socket residual، من طبعا هنا راح يبدي بعد ما تنضج وتشفى بصورة كاملة من 3 الى 6 اشهر. most patients will get two prostheses in the first year، كل مريض ينطونه 2 prosthesis لكل سنة with different control system.
يعني باستخدام طريقة كنترول اعتمادا على الاوكيشن. upper limb amputation process training، هنا عندنا upper limb amputation process training راح يتضمن below elbow، اذا كان below elbow outpatient سواء كان BT or OT، ونقصد بها physical therapy or occupational therapy، من 3 أسابيع أو من 4 إلى 8 أسابيع. above elbow راح يكون من 3 أسابيع، طبعا راح يكون من 6 إلى 12 weeks، واعتمادا على الادفانسد سكيلز. والشولدر ديستراكت اند ديبيند اون ذا ديفايس، راح تعتمد على نوع الديفايس، راح يكون اكثر تعقيد ويحتاج اكثر وقت. ريهاب بروجرام فانكشنال تاسك تريننج، شنو هي الاشياء اللي لازم يتدربها المريض خلال الريهاب بروجرام، اللي هي بيسك سكن، اللي هي do on and do off prosthesis device independently، لازم يلبس الطرف الصناعي وينزعه بالاعتماد على نفسه. operate terminal device at all levels، يشغل كل الterminal device كل الاحتمالات او كل الفانكشنال لازم تشتغل. grasp object of various sizes، يعني يقدر يمسك الأشياء بأجسام وأحجام مختلفة. assessed it self care، يعتني بنفسه مثل toileting dressing وfeeding، يقدر يأكل ويلبس ويستخدم التويلتينج. advanced skill، هذه البيسك سكيل. أما الadvanced skill manipulate object with the prosthesis، مثلا يتعامل ويا كرة أو أشياء معقدة مثل فتح أشياء صعبة. by manual task مثل fine motor skills، يعني يقدر يستخدم إيدي اثنين هن مثل الدراجة. return to work، الرجوع للعمل وسياقة السيارة و vocational activities أيضا. نجي إلى basic control، open and close terminal device، pre-position terminal device، control rest unit، lock and unlock elbow، فتح او غلق ال elbow joint، و rotate train table. ال functional check out 2 اللي هي eating skill، handle spoon and fork، cut with knife قطع بالسكين، استخدام الشوكة، ملء الكب القدح، open container، prepare and eating sandwich، butter toast، carry tray حمل عربة معينة للتسوق. dressing skill أيضا عندنا مثل undergarments shirt blues، يعني لبس ملابس الداخلية، لبس ملابس الخارجية، البنطرون، فتح السحاب، كل الكوت، كل ما يخص الملابس لازم يتعلمها بحيث انه يقدر يلبس اي انواع من انواع الملابس بدون اعاقة. ايضا الفانكشنال بروجرام 4 اللي هو بيرسونال هايجين، ونقصد بها الصحة العامة، مثل هولد واش كلوث، مثلا تجميع الملابس وغسلها، كم هاي ايضا برش تيث، تشيط الشعر، فرشات الاسنان، تفريش الاسنان، تقليم الاظافر، التويلتينج وغيرها من الاكتيفيتيز. الاذر اكتيفيتيز مثل من؟ مثل الرايتنج اون بيبر، اوبن جا، انفلوب، دورز، دايل تليفون، استخدام التليفون، تيرن سويتشز، نوبز، ميل بريبريشن، مانج واليت اند ماني. rehab program special issue، اذا بعض الاشياء تتطلب تدريب خاص، اللي حكينا قبل عليها قبل شوي هي عامة كل شخص يحتاجها، اما هذه خاص. مثل من؟ مثل الدرايفنج، يحتاج انه انت تسوق
فهنا هي أما تحتاج طبعا تتدرب على سيارة خاصة بالمعاقين، وهذه السيارة الخاصة بالمعاقين بها سبيشال ديزاين، وهنا يتعلم على الالكترونيك شلون يشغل كل الفاكشناليتي داخل السيارة. سويمينج مثلا السباحة ايضا هذه يحتاج لها برنامج خاص، والسبورت يحتاج لها ايضا برامج خاصة وتيرمينال خاصة، والكوسمتيك كوفر، وايضا الغطاء الخارجي بعض الاشخاص يتطلبون كفر خاص لاغراض الجمالية. عادة الابر لمب يتم مراجعة في بداية البداية كل 4 أسابيع خلال الترينينج. check out for fit and function، يحتاج انه يتم تدقيق check out for fit، هل هو مناسب وعمله في بداية التركيب الطرف كل 4 أسابيع. اما بعد السنة الاولى يحتاج كل 3 أشهر يقدر يراجع. وهنا بعد هاي المرحلة أو السنة الأولى كل 6 أشهر for lifetime للبقية العمر. وشكرا لكم، وتنتهي المحاضرة عند هذه النقطة.